صدق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج تمويل لمصر بقيمة 3 مليارات دولار تقريبا على 46 شهرا. السر الحمد لله بعد توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أصبحت الدولة المصرية الآن في وضع أفضل مكنها من أنها تتخذ قرارات مهمة جدا فيما يخص حل قضية السلع والبضائع الموجودة في الجمارك. دي مش حالة قلق، تمام؟ احنا تعدينا مرحلة الكفاح، احنا النهاردة في مرحلة تخبط. القرض معناته زيادة المديونية، وزيادة المديونية بيلقي بعبء على الموازنة العامة للدولة، والموازنة العامة للدولة في هذا العام مثقلة بديون بأكثر من 50%.